وأنا أقول لك هذه المقاطع الثلاث لازم تحفظها، 1 2 3، مقطع في فاطر، مقطع في الزمر، مقطع في يونس. أقسم بالله 3 مقاطع تستأصل مذهبا كبيرا في عيون الناس، وإلا والله هو صخير. والله أنا ما أريدك تجادل عوامهم، لا، جادل كبراءهم وعلماءهم، قل لهم أبغى أعلم واحد فيكم. هذه الآية أحبتي من رقبتي إلى رقبة كل مسلم. تعال عند أي عالم، أنا ما أقول لك تجادل فيها عامي، لا 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 لا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إيش بعدها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء. فجلست أنا وياه، هو من الرافضة، يعني مذهبهم وعبادتهم للقبور ويتقربون إلى الله بالشرك. فقلت له كلمات، قلت له أنا سأذهب معك وسأسجد لأي قبر تريد، بشرط إما أن تقنعني من كتاب الله أو أقنعك من كتاب الله. يا جماعة، هل جرأتي على هذا الكلام يجوز لي أقولها؟ يجوز أقول له الكلام هذا؟ يجوز يا جماعة أقول له؟ اللي يقول يجوز يرفع يده يا جماعة. يجوز، ها؟ الدليل؟ ما نمشي على كيفنا يا جماعة، أن في دليل ولا ما نمشي؟ هذا في نور. طيب أعطيك الدليل. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأن تجادل النصارى قل إن كان للرحمن ولد. إذا أقنعتني أن للرحمن ولد، إيش؟ فأنا أعبد، لا، فأنا أول العابدين. تلقاني قبلك في الكنيسة، لكن لن يستطيعوا، لأن الحق إذا جاء ينسف الباطل. عشان كذا الله عز وجل لما قال لهم: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقط كفرتم، قال فأتوا. دين عظيم، قوة في النقاش، تعال أعطني برهانك وأعطيك برهاني. ينسف برهاني برهانك لأنه كلام الله. قلت له تعال بيني وبينك كتاب الله. تدري ايش قال لي؟ قال بس ما تجيب لي من كلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. قلت له إن نطقت لك اسم ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله وأسكنه الله في الجنة فرده عليه ولا كرامة، والله ما تسمع مني معلومة منه، كلمة محمد عبد الوهاب ما تسمع. قال: ولا ابن تيمية. قلت له: ولا ابن تيمية، هب أنهم رحمهم الله لم يوجدوا في التاريخ أبدا، سنرجع إلى كتاب الله فقط. يكفي؟ يكفي؟ أيوة ربي يكفي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وجاهدهم به جهادا كبيرا، نسف على طول. قلت له: الآن ماني مناقشك في معاوية رضي الله عنه وفي أنا محفظين عيالهم كلهم المظلمة وفاطمة أبدا، كل كتب. قلت له: والله الآن هب أني أسلم بأن كتبكم كلها صح وأنا وياك متفقين، إيش تبغاني أسوي الآن؟ آمنت، يلا نروح ندعو الحسين والحسن والموتى عليهم رضوان الله؟ قال: نعم. قلت له: أنا بعد أن أؤمن بكل كتبكم سأتخبط بين كفر وكذب وشرك، واضح يا جماعة؟ قل: لا لا، كلامكم كله كويس وبحار الأنوار وكتبكم كلها صحيحة، لكن تعال نعرض عشان نتأكد دينكم صح ولا لا، بعد ما نؤمن بدينكم نعرض على كتاب الله، والله ستقع في شرك وكفر وكذب، وأنا مدين أن أثبت هذا من كتاب الله. قلت له: هذا الدعاء عند قبر الحسين رضي الله عنه وعند قبور الأموات هذا شرك. تدري ايش قال لي؟ قال لي: ما في دليل، هذا بس من عند كلام محمد بن الوهاب رحمة الله. قلت له: خذ الدليل، احفظ الدليل الأول. زين يا جماعة، الدليل الأول من سورة فاطر، سجل عندك. ترى يا جماعة مسؤولين نحن عن كلام الله عز وجل أن ننقله. الدليل الأول وشو؟ نص أن هذا شرك. خذ الكلام حبيبي الغالي. يقول الله عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر
كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم له الملك. حط تحت له الملك كم؟ مليون خط. كم من الآية؟ والذين تدعون من دونه، الحسين من دون الله، والحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة، كلهم دون الله. الله جل جلاله قال الله ربكم له الملك. طيب اللي ندعو من دونه إيش لهم يا رب؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما يملكون من إيش؟ من تمرة؟ نواة؟ ما يملكون من قطمير، يعني التمرة نأكلها، النواة نزرعها، القطمير لا نأكله ولا نزرعه. يقول الله الذي ليس لا تحتاجه أصلا ولا أحد يبغاه ما يملكونه. واضح يا جماعة؟ والله الرجل كأني أقذف بصواعق في وجهه، والله. قال بس ما هو شرك؟ قلت الآن بتجيك الآيات، أنا ما بعد كملت. قلت الآن بعقلك لما أقول لك هذا عنده 50 مليار ويعطي من يشاء، وهذا ما عنده ولا ريال، تروح لهذا؟ إلا إذا ما تصدقني. كمل الآية، الآن هذا خطاب عقلي. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، تقعد عند قبرة تدعوه؟ لا يسمعوا دعاءكم. نصدق الله؟ نصدق الله يا جماعة؟ نصدق الله. ولو سمعوا، يعني في أحسن أحوالهم، ما استجابوا لكم. هذا خسائر في الأرض. ويوم القيامة، كمل الآية، ويوم القيامة سيخرج الله من دعا ومن دعي أمام بعض، ويكفر هؤلاء بهؤلاء، يجحدونهم. ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بذنبكم، عملكم، ولا بشرككم؟ بشرككم. اسم شرك ولا لا؟ اسم شرك. ولا ينبئك، ايش قال بعدها الله؟ ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا تدور فتوى بعد هذا الكلام. والله يا جماعة قال لي آمنت بالله، والله لا أدعوهم، لكنهم يا شيخ يقربون إلى الله زلفى. يقول احنا عندنا ذنوب، هم يقربون إلى الله. قلت خذ المقطع الثاني من سورة الزمر، يقول الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء، إيش؟ ما نعبدهم. أجل إيش مقعدك على قبره؟ إلا إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما تنتهي الآيات هذه اللي فيها خطوط حمراء في الشرك إلا بنهاية قاصمة. إيش قال الله بعدها؟ قال صح كلامهم؟ لا، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. يا رب عطنا الحكم، ما هؤلاء؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سنتخبط بين شرك وكذب وكفر. قال والله لا يقربون. بقيت يا شيخ قضية الشفاعة، يشفعون لنا عند الله، تنكر الشفاعة؟ افتح سورة يونس، كلام عظيم يا جماعة، قواصم، وبداية الآية ونهايتها تعلمك أن القضية عبادة وشرك. هناك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، عبادة. إيش آخر الآية؟ كاذب كفار، صح؟ طيب في الآية في سورة يونس ويعبدون، شفت الكلمة؟ سماها يعبدون، سميها غير اسمها بكيفك، الله سماها يعبدون. ويعبدون من دون الله، هم دون الله؟ اي والله دون الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. تسأل تقول ليش؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما انتهت الآية، قال الله قل
ناظرناهم يا جماعة بكل شيء، خل ناظرهم بكتاب الله. قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أنت جاي تطلع لنا دين جديد ما علم الله أنه هو يريد هذا ويحطه في القرآن. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، إيش نهاية الآية؟ إيش نهاية الآية؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن شرك ورا شرك ورا شرك، وكفر وكذب. والله يا جماعة تدري إيش قال؟ قال آمنت بالله، والله لا أدعوهم، والله لا نتخذهم بعد هذا الكلام من كتاب الله. يقول إحنا كلنا معبين أن هذا كلام محمد عبد الوهاب رحمة الله، لكن ما دام الكلام من هذا، تعرف إيش قال حبيبي الغالي؟ وهذا يا جماعة اللي خليك تنسف المذهب تماما. يقولون هم، يقول إحنا علمونا أن القرآن ما يقدر أحد يفهمه، ما يفهم أحد إلا عن طريق آل البيت والمعممين فقط، صح؟ صح يا جماعة؟ طيب إحنا ما حد قال لنا ما في أحد يفهم القرآن، ليش ما نفهمه؟ ليش ما إذا قرينا ما فهمنا نرجع تفسير؟ نسأل أهل الذكر، هذا اسمه مدكر. أما تقرأ تقرأ تقرأ، طيب إيش الرد عليهم حبيبي الغالي؟ قلت له سأرد عليك من كتاب الله واذهب فقل لهم. قال والله، وأخذ يا جماعة يكتب، قال والله لأرجع وأحاج كبيرهم وصغيرهم. قلت لأثبت لك من كتاب الله أن كلامهم هذا كذب، أنه ما نفهم الدين إلا عن طريق آل البيت وعن طريق من زعموهم هم. يقول الله عز وجل الجن يا جماعة من آل البيت، الجن من آل البيت، هل احتاج واحد يفسر لهم القرآن من آل البيت؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فهموا التوحيد مباشرة، صح ولا لا؟ ولم نشرك بربنا أحدا، صح؟ صح. بل حتى القسيسين في الكنيسة اللي ما هم مستكبرين منهم، والله ما يحتاج أحد من آل البيت. إيش يقول الله عز وجل؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا. فهموا التوحيد ولا لا؟ عرفوا ما احتاجوا، صح ولا لا؟ ما احتاجوا آل البيت، صح يا جماعة؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أمر به على آل البيت عليهم رضوان الله، لا، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه.